سلم الطالب من قبل مدير عام بخطأ إيديه وأخذ المبلغ اللي هو 12 دفتر ونص. إحنا استلمناها لجنة آني ومحاسبين اثنين، استلمناها من شركة كورك، وخذها المدير العام واتفق ويا شخص يشتغل بشركة كورك، أتوقع بالإعلام قسم العلاقات والإعلام شركة كورك، اسمه أبو عبد الله. اتفق وياه، قال له انه هذا المبلغ رح يتصادر من قبل وزارة المالية للدائرة، اريد من عندكم تسووا لي بكتاب انه انا رجعت المبلغ، وسووا له كتاب بدون علم قسم الحسابات اللي بشركة كورك. يعني هسه اذا تقدرون تراجعون شركة كورك رح تلقون تواقيعنا واستلامنا بهذا المبلغ، واذا فعلا هو رافض المبلغ فما موجود اي وصل او اي كتاب برفض المبلغ. المبلغ هذا أخذ مدير عام محمد علاء الدين وحسين علي مالح وبشرى جعفر. هذا ها أستاذ محمد، هذا كلام كله عار عن الصحة. إحنا استلمنا. اعطيني دليل، شنو عار عن الصحة؟ موجود. عندك دليل؟ موجود. استلمنا المبلغ أول مرة وتم إرجاعه لقبل، لأنه ديوان الرقابة المالية من طلعوا جرد على الصندوق على 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 من الصندوق. قالوا لي ما يصير تستلمون مبالغ بالدولار، ترجعون المبالغ. واحنا حكمنا بالعراقي، بعد صارت ما قدروا يحولوها بالعراقي، قاموا هم ينفذون، نفذوا المصاعد المسرح الرشيد مصعدين، نفذوا البلاتو الفوق بالطابق الثالث في المخازن، خوش هم سووها. يعني هاي كلها هم صرفوها من عندهم ودزونا كتاب ان هم تم سحب المبلغ. استاذ محمد، اليوم الناس دا يقول لك احنا موقعين، ودا يقول لك احنا عندنا دليل، روحوا الى شركة كورك راح تشوفون معكم ولا وثيقة بهذا الموضوع. لا صحيح، انا قلت لك موجودة ورجعوها هم، هاي بنفسها رجعت الفلوس. ها؟ نفس الشخصة، نفس هاي الشخصية اللي راحت جابت الفلوس راحت رجعتها. لعد شلون تقول المدير هو اللي اخذهم 125 دفتر؟ احكي المقتل؟ ها؟ احكي المقتل ليش قام تحكي؟ تفضل، انا الك الجو الك، تفضل. يعني اول شيء بس احب اوضح لك، نرجع على الملكانات الاول وحده. لا لا، اول شيء هذا لا، هذا انت تريد توضح لي هذا بس حتى لا يضيع الموضوع هنا. أنا وضح لي، ما يضيع الموضوع والله. لا لا لا، وضح لي هذا ال 125 دفتر اللي مال شركه أيه. كورك وين راحن؟ استلمناهن 12 دفتر، العفو 12 دفتر استلمناها، امير الصندوق راحت جابتها وجتي وسوت لي وصل قبض دخل لنا للدائره بشيء رسمي. خلص احنا كدائره حكوميه ما عندنا حساب بالدولار، ديوان الرقابه الماليه ورثه التيام من اجى طابق الكشف عليها، قالها ما يصير تستلموها ترجعوها، بطلت الوسط وهي بنفسها راحت رجعت المبالغ. هي هذا بنفسها. هذا بخط ايده، خط المدير العام. هذا ما هذا داخل انه اول يوم. انطوني صوره الخط مال ايد المدير العام. شباب زحف لي اياها. ايه استاذ، هذا بخط ايده. ايه هي ليش ما طلعت؟ قلنا لك احنا دخلناه أيه؟ لانه ما يصير ندخل بالدولار، لازم ندخله بالعراقي. ايه هذا الموضوع صار. وهم قلت لي وين راحن الفلوس؟ رجعناها شركه كورك. رجعت شركه كورك المره تقول جيبوا لي وصل واحد شركه كورك استلمتهن. نفسها المره هي رجعتها. ايه ودزونا كتاب انه تم استلام المبلغ وهم راح ينجزون الاعمال. سووا مصعدين مسرح الرشيد، تدري مسرح الرشيد كان بنايه متروكه من 2003 لغايه 2019 لحد ما بدينا احنا يعني مدير عام واعضاء مجلس اداره قاموا يطرقون الابواب خوش المصاروف الاصدقاء يسمونه انه يعمرون المسرح ونعيد الحياه اللي هي كان مسرح وكان دائره. دائره كانت قبل 2003 10 طوابق، هسه قاعدين انجاز 5 طوابق صارت كامله. هاي الدعم او الاهداءات اللي قاعد تجينا كلها تروح بوصولات رسميه. اي شخص يجي يدعم او يعطي او هاي وزاره النفط الطيب، وزاره الثقافه دعمت، مجلس الوزراء دعم، كلها احنا مراقبين. اكو ورانا ديوان الرقابه الماليه، اكو ورانا قسم رقابه في وزاره الثقافه، اكو ورانا هيئه نزاهه وعندهم كل المعلومات. بس هذا قلت لك انه هاي الشخص هسه قامت تحكي هذا الحكي لانه طلع ملفات ثلاث فساد عليها كشفناها. ايش طلعت شنو؟ كشفناها عندها ملفات فساد. ها كشفتوها عندها ملفات فساد.
عندكم ادله وعندكم ادله وهذه تفاصيل ادله مجلس تحقيق صار عليها والان انتظار مصادقه الوزير حتى تنحرر شغله رسميه الى اذن زاهر.